بيهتموا بالرياضة وخصوصا رياضة السيارات. عندنا آدم كارولا، هذا شاب عايش في عالم الإخراج والكوميديا، ولكن بيلاقي وقت بعض الأحيان إنه هو ينتقل لشغفه الحقيقي واللي هي رياضة السيارات، وشارك في بعض السباقات منها FOS أو فيستيفال أو جودوود فيستيفال أو سبيد بالأصح، وكمان شارك في أشياء ثانية واللي هو كان السباق حق تويوتا برو سيلبرتي، ولكن شارك على متن سيارة الـ300 الزدكس. حلوة حلو، شارك فيه كمان كذا مرة إذا ماني غلطان، مش بس مرة واحدة كمان. منتقل لعند إيميلي راتاكوفسكي، البنت هاي المعروفة اللي هي فائقة الجمال وكذا مرة صنفوها من أحد أجمل يمكن النساء الموجودة السيدات. صحيح. عمرها هي 27 عام وأكيد ممثلة كتير بارعة كمان. حبوا أصحاب فورمولا إي إنه هي تكون أول بنت شهيرة بتطلع بتجرب سيارة الفورمولا إي، وهذا الشيء بالتحديد صار ببرلين إيبري. طبعاً ما طلعت عم تسوق وتفرجي مهاراتها بالقيادة يعني، بس كمان إنه حلو كانت كأول بنت شهيرة وكمان حلو جميل كتير قدرت إنه تطلع تسوقها. مين منكم ما بيعرف مستر بين؟ روان أتكنسون. ولو يعني كمان مثل ما عم بتقولوا شخص قديش مشغول بالتمثيل وبالأفلام اللي بيقوم فيها، ولكن بذات الوقت كمان مجنون بعالم السيارات، مش بس بجمع سيارات إنما أيضا بسوقها بسرعة كتير عالية، وكلنا بنعرف الحادثة الشهيرة لما دمر سيارته المكلارن F1 مش على مرة واحدة، ايه على مرتين. أول مرة على الخفيف، ثاني مرة تدمير شامل. وسلطان مثل ما كنا عم نحكي المكلارن هذه هي ذاتها صارت موجودة حاليا بمنطقة الخليج، صلحت وصارت بالخليج. أكيد صلحت وكلفت مبلغ بيوصل إلى 700 ألف جنيه استرليني تصليح لهذه السيارة. مجنون مجنون. ما بدنا نخفي إنه سيارة المكلارن F1 سيارة صعبة التعامل معها، وأكيد يا شخص مثل روان أتكنسون منه كتير متمرس حابب يتسوق بسرعة عمل هذا الحادث. وهذه السيارة كانت في الجينيريشن اللي هو قبل التراكشن كنترول، قبل الـ ABS، قبل كل شيء، يعني كان أنت والمقود وربك داعي لك، بدك أنت إيش take care of the car. يعني شفنا عالم الشهرة وعالم رياضة السيارات يمكن بعاد شوي عن بعضهم، ولكن من بعض المشاهير بيلتقوا مثل ما هالأمثلة الثلاثة اللي حكيناها. وأيضا صحيح. في عنا مثل على المستوى اللبناني ميشيل فاضل، شخص موسيقي من الطراز اللامع جدا، ولكن بذات الوقت عنده حب كتير كبير لرياضة السيارات. موسيقى وسيارات أنا بحس شوي بعيدة، فبقى كيف موسيقى ودريفت وميشيل وعبدو فغالي.